السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم باسل العلم من بيسان بروجرامينج، وإن شاء الله بهذا الفيديو راح نكمل حديثنا على RXJS Operators ماستر كلاس، وراح نحكي عن فيديو عن توبك ثاني اللي هو الفلترينج تو مالتيبل ريزولت. الفيديو الماضي كان فلترينج تو ون ريزولت، بمعنى أنه يكون عندي سورس أوبزيرفابل والأوتبوت أوبزيرفابل يكون ون فاليو من هذا السورس أوبزيرفابل. هذا الفيديو إن شاء الله راح نحكي عن سيت أوف أوبريترز، راح يكون الأوتبوت أوبزيرفابل عبارة عن مالتيبل فاليو من السورس اوبزرفابل، بمعنى انه راح نسوي فلترنج لهذا السورس اوبزرفابل، وراح نحكي عن اكثر من اوبريتر بهذا الفيديو. وراح نبلش باوبريترز اللي هم التيك اوبريتر، بعدين راح نسوي سكيب اوبريترز ونشوف التايبس تبعونهم، راح نحكي عن ديستينكت ونشوف الديفرنسز للاوبريترز اللي موجوده، راح نحكي عن الفلتر سامبل اوبريترز اللي موجوده في الاركس جي اس. طيب البداية خلينا نشوف الماربل دايجرامز للتيك اوبريترز. عندي اكثر من تايب للتيك، اول تايب اللي هو تيك وباخذ كاونت اوف الكاونت اللي انا بدي اخده من السورس اوبزرفابل، بمعنى لو انا عندي اي بي سي دي وبدي اخذ اول تو اوبزرفابل او اول كاونت اوف اوبزرفابل او اول كاونت اوف فاليوز فعليا، بحكي له تيك تو مثلا، باخذ اول تو فاليوز من السورس اوبزرفابل وبسوي لهم ايميشن للاوتبوت اوبزرفابل، بمعنى انه الكونسيومر فقط راح يشوف التو فاليوز من السورس اوبزرفابل. وان شاء الله راح نشوف كود بعد ما نشوف الماربل دايجرامز للتيك اوبريترز. في عندي التيك لاست، والتيك لاست فعليا نفس بيهافير التيك، لكن بتاخذ اخر كاونت من الفاليوز من السورس اوبزرفابل، وفعليا تستنى للسورس اوبزرفابل لما يسوي كومبليت بتسوي الايمت للفاليوز اللي فيها. فانا عندي تيك لاست لتو فاليوز وعندي اي بي سي دي، ففعليا لما سوى اند للسورس اوبزرفابل سوى ايميشن للتو فاليوز اللي انا بدي اياهم اللي هم السي والدي. في عندي ثالث اوبريترز للتيك اللي هي تيك انتل، وفعليا تيك انتل عباره عن دايناميك تيك، وفعليا بيكون عندي سورس اوبزرفابل، والمختلف بالتيك انتل انها بتاخذ انترنال اوبزرفابل بنسميه النوتيفاير، وفعليا التيك انتل اللي بتاخذ كل الفاليوز من السورس اوبزرفابل حتى النوتيفاير يسوي ايميشن لفاليو. لو انا عندي سورس اوبزرفابل باللترز اللي هم اي بي سي دي اي اف جي، وعندي نوتيفاير، وفعليا راح نشوف كيف النوتيفاير وين بيجي فعليا، وعندي نوتيفاير سوى ايميشن لزد بعد ما السورس اوبزرفابل سوى ايميشن للدي، فالاول ما صار النوتيفاير سوى ايميشن للفاليو فعليا وقف السورس اوبزرفابل واخذنا كل الفاليو من السورس اوبزرفابل قبل ما النوتيفاير يسوي ايميشن للفاليو تبعيته، فاخذنا اي بي سي دي. ان شاء الله راح نشوف اكزامبل عليه. في عندنا التيك وايل، والتيك وايل بتاخذ بريديكت، وفعليا البريديكت هاد بده يرجع ترو او فولس، وعندي سورس اوبزرفابل وراح اخذ كل الفاليوز وايل الكونديشن عباره عن ترو. اول ما يصير البريديكت هاد فولسي، يصير عند الكونديشن فولسي، فعليا الفاليو التيك وايل بتسوي كومبليت وبتعطيني الاوتبوت ستريم تبعي اللي هو كل الفاليوز قبل ما الشرط هذا يصير فولسي. لو انا عندي 2 3 4 5 6 وفعليا دخلتهم على التيك وايل الفاليوز هدول، فبيصير يشيك على كل فاليو منهم، 2 اقل من 4 ترو بيطلع بسوي ايميشن، 3 اقل من 4 بيطلع فعليا باخذها، 4 اقل من 4 صار فولسي الكونديشن هات، فعليا بيسوي اند للستريم للأوبزرفابل بسوي بعطينا الأوتبوت ستريم هاد. لو كان بعد الأربعة في فاليو أقل منها أو بترجع البريديكت هذا عبارة عن بصير ترو، فعليا بتسوالها إغنور، البريديكت هاد بتنفذ بس مرة واحدة، ولما يصير فولسي بيسوي اند للأوبزرفابل للستريم وبسوي إيميشن للفاليو اللي فعليا اللي كانت ترو للكونديشن هذا قبل ما يصير فولسي. طيب خلينا نشوف الاكزامبل، خلينا افتح الفايلز تيك تيك لاست وانتل وايل. في عندي التيك، وفعليا انا مسوي امبورت للانترفال، والتيك والانترفال شفناه بفيديوهات سابقه، ولازم تحضروا الفيديوهات السابقه علشان تفهموا الاوبريتورز هذول. انترفال بسوي ايميشن لفاليوز كل ملي سكند، فانا هون بسوي الايميشن لفاليو كل 1 سكند وبيبدا من الصفر، وحكيت له تيك 5،
تيك 5 فعليا راح يبدا يعد 0 1 2 3 4 ويسوي ايميشن لهدول الفاليو، بعديها يخلص، لانه انا فعليا راح اخذ كل الاول 5 الفاليوز من الانترفال هاد. فلو نسوي رن للابلكيشن، تمام، اسوي كلير للكونسول، احكي له بدي اسوي رن للنود للتيك جي اس، وراح نشوف فعليا انه باخذ 0 1 2 3 4 بعديها راح يسوي كومبليت للسورس اوبزرفبل، وهي تيك فعليا انا باخذ الفيرست كاونت فاليوز ايميتد باي ذا سورس اوبزرفبل، والانترفال بتسوي ايميشن لل فاليوز سيكوينشال فاليوز ستارتنج فروم 0. طيب لو ناخذ التيك لاست، وفعليا انا عندي رينج اوف فاليوز من 1 ل 100، وراح اخذ اخر 5 فاليو، راح اخذ اخر 3 او خلينا نخليها 5 فاليو من هذا الاوبزرفبل، وراح اسوي لهم كونسول علشان نشوف شو الاوتبوت ستريم تبعنا. تيك لاست دوت جي اس، فعليا انا اخذت اخر 5 values من الرينج هاد اللي هم 96 97 98 99 و100. فالتيك والتيك لاست نفس الاشي، التيك بتاخد من اول السورس ستريم، اللاست بتاخد من اخر السورس ستريم. والتيك انتل حكينا فعليا انه التيك انتل عبارة عن دايناميك تيك، وبتاخد كل الفاليوز الاميتد قبل ما النوتيفاير هذا يسوي فاير او يسوي ايميشن للفاليوز اللي فيه. فانا عندي انترفال فعليا وبسوي ايميشن لفاليو ستارتنج فروم 0 كل واحد ثانيه، وعندي تيك انتل وحكيت له تايمر، والتايمر هذا راح يسوي ايميشن للفاليو تبعيته بعد 4 ثواني ونص. فعليا راح نشوف الاوتبوت تبعه. لو نحكي نود تيك انتل، اخذ الزيرو والوان والتو والثري، وبعديها سوى كومبليت للسورس ستريم واعطاني الاوتبوت ستريم هاد. شو اللي صار فعليا؟ الانترفال بيسوي ايميشن لفاليو فروم زيرو، فاحنا شفنا بدا من الصفر، والتايمر راح يسوي فاير لا يسوي ايميشن بعد 4 ثواني ونص فعليا، اللي هو اللي حكينا عنه create an observable that will wait for a specified time period or exact date before emitting the number 0. فهو راح يستنى 4 ثواني ونص بعديها راح يسوي emission للvalue 0. فهنا السورس observable لما يسوي emission تبعه للزيرو اللي كنا الvalue اللي كنا واصلينها اللي هي الثلاث اللي هي رابع فاليو من الانترفال، فعليا اخذناهم سوى اند للسورس ستريم تبعه زي ما احنا شفنا هون بالتيك انتل، انه سوى النوتيفاير سوى ايميشن للفاليو تبعيته، واخذنا فعليا كل الفاليوز اللي قبل هذا النوتيفاير. طيب عندي التيك وايل، والتيك وايل فعليا حكينا انه بتاخذ بريديكيت وبتسوي ايميشن للفاليو ان كيس انها هي كانت الايميشن البريديكيت هاد كانت ترو، ولما يصير فولسي الفاليو اللي هون تصير فولس فعليا بوقف بسوي اند للسورس ستريم وبعطينا الفاليوز. طيب خلينا نسوي كلير للكونسول، احكي له نود تيك وايل، فعليا سوى عندي الاوتبوت ستريم تبعي 1 2 3 4 اللي هم الفاليو اقل من 5. لو اجي هون بعد الخمسة احكي له انا عندي هون صفر، علشان نشوف انه فعليا لما صارت فورسي ما راح يكمل فعليا، راح يسوي اند للسورس ستريم ويعطيني نفس الاوتبوت. لو ارجع اسوي رن فعليا اعطاني نفس الاوتبوت، لانه لما صار فورسي هذا الكونديشن سوى اند للستريم تبعي واعطاني كل الفاليوز اللي اعطت ترو لهذا البريديكت. طيب هيك بنكون خلصنا التيك. وفعليا راح ناخذ السكيب اوبريترز، والسكيب اوبريترز بدل ما احنا ناخذ من السورس ستريم راح نسوي سكيب من السورس ستريم. وخلينا نشوف برضو عندي سكيب، سكيب لاست، سكيب انتل، وسكيب وايل، وبنسوي نفس البيهافير للتيك بس اللهم بسوي سكيب. طيب خلينا نشوف الماربل دياجرام للسكيب اوبريترز. السكيب برضو بتاخذ كاونت
بالارجيومنتس تبعوتها وبتسوي سكيب للنمبر هاد من السورس اوبزرفبل. فانا عندي اي بي سي دي اي بسوي سكيب 3 فعليا سوي سكيب لاول 3 فاليوز من السورس اوبزرفبل. التاك بتاخذ اول 3 السكيب راح تسوي سكيب عن اول 3. هون سوى سكيب لاست ففعليا بده يسوي سكيب راح ياخذ فعليا كل السورس اوبزرفبل ما عدا الكاونت اللي انا بعطيه هون. فانا عندي A B C D فسويته سكيب بلاس 2 فهو اخذ A B و C و D سوى لهم سكيب ما اخذهم. والسكيب انتل نفس الاشي نفس مبدا التك انتل. عندي سورس ستريم وعندي نوتيفاير وفعليا راح اسوي سكيب لكل الفاليوز انتل النوتيفاير هذا يسوي ايميشن للفاليو تبعيته. فانا عندي لو سورس ستريم بتكون من لترز A B C D E وعندي نوتيفاير فعليا سوى ايميشن لاي فاليو تبعيته انا سويت سكيب لكل الفاليوز قبل ما اسوي النوتيفاير هذا ايميشن للفاليو تبعيته واخذت كل الفاليوز اللي بعده. فسكيب انتل راح تاخذ هون الدي والاي لانه النوتيفاير سوى ايميشن للفاليو بعد السي. فهذا الكونسبت كثير مهم اللي هو السكيب انتل والتيك انتل. والسكيب وايل نفس مبدا التيك وايل بتاخذ بريديكت وفعليا راح تسوي سكيب لما يكون هذا البريديكت عبارة عن ترو. فأنا عندي 2, 3, 4, 5, 6 فأنا هون بحكي له سكيب وايل الإكس أقل من 4. فأنا عندي 2, 3 سوى لهم سكيب أول ما تحقق الشرط 4 أقل من 4 أعطى فولس صار هذا الكونديشن فولسي سوى الستارت للستريم الأوتبوت ستريم وأعطى كل الفاليوز اللي بعده. فعليا لو كان في فاليو بعد الأربعة أقل منه فعليا ما راح يسوي لها سكيب راح يخدها لأنه حكينا أنه هذا البريديكت بتنفذ مرة واحدة. خلينا نشوف الإكزامبلز اللي عندنا. بالبداية السكيب حكيت له أنا هنا عندي انترفال بيسوي إيميشن كل 100 ميلي سكند ستارتينج فروم زيرو بسويت سكيب لأول 10 منه وأنا عندي 1 و2 وفعليا أنا مسوي سكيب لفايف فالأصل أنه يسوي لهم السكيب لهم كلهم. طيب خليني أسوي كلير للكونسول وأسوي نود سكيب دوت جي اس. فعليا الفاليو خليني أسوي اند للفاليو خلينا نشوف التيرمينال شو صار فيه. السكيب 5 ما سوى ايميشن لاي فاليو لانه السورس اوبزرفبل عندي بيتكون من 2 الفاليوز فسوى لهم سكيب كلهم. والانترفال بما انه بيبدا من 0 انا سويت له سكيب ل 10 ففعليا بدا من سوى سكيب من 0 ل 9 وبدا الايميشن تبعه من 10 وطالع. لو احكي له هون تيك 10 علشان نشوف الاوبزرفبل تبعنا واسوي امبورت للتيك فهون صار انا بسوي سكيب ل 10 وباخذ 10 فراح ياخذ من 10 ل 19. خلينا اسوي كلير وارجع اسوي ران للسكيب دوت جي اس. فعليا برضو السكند اكزامبل اللي هو 1 2 سوى له سكيب واعطاني الفاليوز من 10 ل 19. طيب خلينا نشوف السكيب لاست وفعليا السكيب لاست راح تسوي سكيب لاخر الفاليو الكاونت من الفاليوز اللي اعطيناه للسكيب بلاست. فانا هون حكيت له سكيب بلاست 10 فاليوز فالانترفال راح تسوي ايميشن كل 100 ملي سكند وراح انا ماخذ 20 فاليو من الانترفال وسوي سكيب لاخر 10 فبتوقع انه من الصفر للتسعة يكون الايميشن للفاليو. فعليا انا هون بسوي سكيب لللاست 2 نمبر فالاوتبوت ستريم راح يكون عندي 1 2 3 1 2 3. خلينا اسوي رن للسكيب بلاست. طيب اللي صار عندي انه انا سويت ايميشن للسكند الاكزامبل سوى له رن اول اشي فانا عندي 1 2 3 زي ما حكينا سوى سكيب للاست 2 بعدها اخذ من 0 ل 9 اللي هو اول اكزامبل عندي اللي اعطاني اخذت 20 فاليو من الانترفال وسويت سكيب لاخر 10 فسوى ايميشن من 0 ل 9. عندي السكيب انتل زي التيك انتل
فالانترفال هون راح يبدا يسوي ايميشن كل ثانيه وراح يبدا من الصفر. التايمر بعد 4 ثواني ونص راح يسوي ايميشن لفاليو 0، وانا اخذت 5 فاليوز علشان الاوتبوت ستريم يتسوى له انت، لانه الانترفال عباره عن انفينيتي راح تسوي ايميشن لانفينيتي فاليوز. فعليا سويت بدي اسوي كلير واحكي له نود سكيب انتل. بعد 4 ثواني ونص فعليا انا بديت بدا الاوبزرفبل عندي يسوي ايميشن، فاخذت منه حكيت له سكيب انتل هذا التايمر اللي هو النوتيفاير يسوي ايميشن، سوى ايميشن بعد 4 ثواني ونص. رابع فاليو في الانترفال هي 3، فسوى سكيب عن كل شيء قبل واعطاني 4 5 6 7 8 اللي هم انا حكيت له تيك 5 فاليو بعد ما تسوي سكيب حتى النوتيفاير هذا يسوي ايميشن للفاليو. طيب عندي السكيب وايل، والسكيب وايل راح تسوي سكيب لحتى هذا الكونديشن يصير فولس، وراح نشوف فعليا انه بعد اذا تحقق اذا هذا البريديكت صار فولس، وبعد مثلا الخمسة هنا في عندي 4 أو 3 خلينا نحكي، فعليا هاي الثلاث راح تطلع بالفاليو بالاوتبوت ستريم تبعيتنا لانه هذا البريديكت بتحقق مره واحده. وهذا المثال الثاني حكي بس علشان نعرف انه فعليا بالسكيب وايل عندي اندكس وبامكاني اتحكم بالاندكس تبعي واسوي سكيب بيست على الاندكس تبعي. فانا حكيت له هنا سكيب وايل الاندكس تبعي لا يساوي 5، فراح ياخذ كل الفاليوز الاندكس تبعها 5 6 وفوق. راح اسوي كلير، راح اسوي نود سكيب وايل. طيب انا هنا حكيت له فعليا سوي السكيب كل الفاليوز اقل من 5، فعليا تحقق هذا الشرط لما وصلنا للرقم 5، 5 مش اقل من 5 فاعطاني فولس. فعليا الثلاث وهذا الاشي المهم عندنا سوالها طلعت معنا بالاوتبوت ستريم، لانه زي ما حكينا وهذا شيء مهم هذا البريديكت بتنفذ مرة واحدة. وهون حكيت له سوي لي سكيب وايل الاندكس لا يساوي 5، فسوى لي ايميشن الاوتبوت ستريم تبعي كل الفاليوز اللي الاندكس تبعها لا يساوي 5. تمام، هيك خلصنا التيك وخلصنا السكيب. وفعليا التيك والسكيب اوبريتورز عباره عن فلترنج اوبريتورز، السكيب انتل والتيك انتل هم اهم تو اوبريتورز لانه فعليا هم دايناميك وبامكاننا نستخدمهم لقدام لما نشوف ريل وورد اكزامبلز، فعليا نشوف الباترنز في الار اكس جي اس كيف ممكن نستخدم السكيب انتل والتيك انتل. طيب خلينا نحكي عن نيو سيت اوف اوبريتور اللي هم ديستينكت. فعليا من اسمهم بيسووا distinct لvalues. distinct بالعادة بنتعامل معها دائما بأي program. عندنا فعليا هنا distinct بتسوي عندي duplicate values، ففعليا أي value تسوى لها emission في output stream موجودة في output stream وduplicate في input stream بالsource observable فعليا راح يسوي لها distinct، بمعنى ما راح يطلعها بالoutput stream. فأنا عندي A to B سي اي ودي، فطلع لي اي بي سي دي، فعليا سوى فلترنج لكل الدوبليكيتس اللي موجود بالسورس اوبزرفابل. عندي ديستينكت انتل تشينجد اللي هي بتسوي فعليا بتشيك على اللاست ايميتد فاليو، فلو انا عندي اي بي بي سي اي دي ديستينكت بتسوي ديستينكت بيست على كل الايميشن فاليوز اللاست ايميشن فاليوز. ال distinct until changed راح تشيك على last emitted value اللي موجودة قبل ال value ال current value راح تسوى لها emission. فأنا عندي هون A وعندي B وعندي B، فعليا سوى output ال output stream تبعنا طلع A وال output stream تبعنا طلع B، راح على B هاي شاف آخر value فيها هل هي B فعليا فسوى لها distinct بمعنى سوى لها filtering ما طلعها على output stream. راح على C last emitted value شو هي B، هل هي مختلفة؟ نعم طلعها على output stream. ال A هون فعليا موجودة بال output stream بس هي مش last emitted value، ففعليا طلعها بال output stream لأنه last emitted value تبعيتها هي C
وفعليا الدي ما فيش اي فاليوز، الفاليو اللي قبلها فعليا مش دي مش دوبليكيت، فطلعها عندي على الاوتبوت ستريم. وهذا هو الفرق بين الديستينكت والديستينكت انتل تشينجد. الديستينكت بتسوي كومباريزن على كل اللاست ايميتد فاليوز، والديستينكت انتل تشينجد بتسوي كومباريزن على اللاست ايميتد فاليو. هنا عندي distinct until key changed. فعليا لو كان عندي object بإمكاني أعطي الكي اللي أنا بدي أسوي distinct عليه، وفعليا أسوي distinct عليها. فلو أنا مسوي مثلا distinct على اللي هون عندي object x و y، وأنا مسوي distinct على ال x، فأنا عندي هنا duplicate value اللي هي ال x2 وال x2، ففعليا ما سوى أي emission لل x2. خلينا نشوف examples عليهم. الديستينكت انا عندي هون دوبليكيت فاليوز، ففعليا عندي 1 1 2 2 2 1 2 3 4 3 2 1، فلما اسوي ديستينكت راح يطلع كل الفاليوز مش دوبليكيت، ما لهم اي دوبليكيت بالاوتبوت ستريم. وانا هون عندي اوبجكتس، وفعليا انا حكيت له بامكاننا نعطيه اوبشنال لامدا اكسبريشن بريديكت، نحكي له انه سوي ديستينكت تبعك بيست على النيم. فأنا هون فعليا حكيت له سوي distinct على النيم، فرح يطلع عندي foo وbar علشان الobject الثالث النيم تبعه foo فهو duplicate. فلو أسوي run للdistinct، خلينا نسوي clear للكونسول، نحكي له node distinct. فعليا هون طلع لي الvalues مش duplicate، ما عندي اي دوبليكيشن بالفاليو، سوى لهم ديستينكت. وانا هون بما اني اعطيته النيم فعليا طلع لي فو بار زي ما حكينا، وهون طلع لي 1 2 3 4 اللي هم الفاليوز اليونيك فاليوز الموجوده في هذا الانبوت ستريم. ديستينكت انتل تشينجد، فعليا انا عندي هون 1 1 2 2 3 4 وعندي 3. هلا عندي دوبليكيت فاليوز بال3، لكن ال3 الاخيره الفاليو لاست ايميتد فاليو اللي قبلها مش ال 3، ففعليا راح يكون عندي بالاوتبوت ستريم يكون عندي 1 2 3 4 و 3، لانه الديستينكت اندر تشينج بتشيك على اللاست ايميتد فاليو، ما بتشيك على كل الفاليوز اللي ايميتد من السورس اوبزرفبل. طيب انا هون عندي ديستينكت اندر تشينج، وراح نشوف فعليا انه هذا الفاليو فعليا راح كل الفاليوز هدول راح تسوى لهم ايميشن، لانه فعليا انا عندي اوبجكت، ولما يكون في عندي اوبجكت الديستينكت اندر تشينج بتشيك على الريفرنس ما بتشيك على الفاليو. وراح نشوف اكزامبل لما نعطيهم نفس الريفرنس كيف راح يسوي لهم ديستينكت اندر تشينج ويطلع لنا بس اوبجكت. في عندي الاكزامبل الثالث، هون انا مسوي اوفررايد للكومبيرر في الديستينكت اندر تشينج، وحكيت له انه شيك على النيم، ففعليا هون راح يطلع باسل وعادل وثابت بدون الدوبليكيت هاد. خلينا اسوي كلير، خلينا اسوي نود ديستينكت انتل تشينجد. طيب خلينا نشوف اول اوتبوت عندي اللي هو 1 2 3 4 3، وزي ما حكينا انا بشيك على لاست ايميتد فاليو من السورس اوبزرفبل اللي هي 4، فهي مش دوبليكيت بالنسبه للديستينكت اندل تشينجد. وهنا سوالي ايميشن لكل الفاليو من السورس اوبزرفبل، لانه فعليا مش ما لهم نفس الريفرنس. وانا لما سويت اوفررايد للكومبيرر فانكشن اعطاني زي ما حكينا باسل وعادل وثابت اللي هم الاوبجكتس. طيب خلينا نعطيه نفس الريفرنس، حكيت الاوبجكت هنا انا معرفت اوبجكت اللي هو نفس الاوبجكت اللي عندي، وراح اعطيه بدل الاوبجكت هذا اعطيه نفس الريفرنس عشان نشوف انه فعليا distinct under changed راح تشيك على الريفرنس تلاقي نفسه، فراح تسوي فعليا distinct filtering لهدول الدوبليكيت. وزي ما حكينا الاوبجكتس must be with same reference، فبالتالي سوى لهم distinct وطلع لي بس one object. في عندي distinct until key changed، وفي عندي فعليا object اللي هو فو وبار وفو وفو. فأنا هنا حكيت له شو عندي object، وحكيت له شو الكي اللي أنا بدي أسوي distinct عليه filtering عليه، وما بدي أي duplicate value based على comparison معه. فأنا هنا عطيته النيم، وحكيت له أنا فعليا أي duplicate في النيم value سوي لهم distinct.
والاكزامبل الثاني فعليا سويت override للcompare function وحكيت له انه سوي لي comparison على اول 3 letters من name. فانا هون حكيت له substring من 0 ل 3 فراح يسوي بيست على الفو, وهون فعليا الفو 2 والفو 3 راح يطلع لي بس الفو 2 لانه الفو 3 بماتشز الاول 3 letters منها الvalue last emitted value منها. خلينا احكي clear node distinct until key changed. طيب انا هون سويت distinct لاخر object عندي بس على الكي اللي انا اعطيته للdistinct until key changed, وهون سويت override حكيت له شيك على الثري letters من هذا النيم فهو سوى الكمباريزن طلع معاه انه الفو 2 equal الفو 3 الفيرست 3 digits فسوى للفو 3 distinct وما طلع ليها بالoutput stream. وهيك بنكون خلصنا distinct وفعليا بنستخدمهم لما انا ما بدي اي duplicate عندي بالstream تبعي بالoutput stream, سواء كان ما بدي كل duplicate او ما بدي بشيك على last emitted value او بشيك على كي معين, وفعليا هو بشيك على last برضو emitted value. طيب خلينا ناخذ اخر تو اوبريتورز وهم جدا او واحده منهم مهمه اللي هي الفلتر, وفي عندي السامبل. خلينا نطلع على الماربل دايجرام بالبدايه. الفلتر هي عباره عن نفس البيهافير تبعها نفس البروتوتايب تبع الاري, بتسوي فلترنج للسورس اوبزرفابل. فانا عندي 1 السورس اوبزرفابل اوف نمبرز, فعندي 0 1 2 3 4 وحكيت له انا بدي الاود نمبرز بهذا السورس اوبزرفابل, فاي فاليو ابلايد او الريزلت تبعها ترو راح تطلع عندي بالاوتبوت ستريم. فانا هون بدي الاود فطلع معي 1 و3 بيست على البريديكيت اللي انا اعطيته للفلتر. والسامبل فعليا بتسوي سامبلينج للسورس اوبزرفابل, فانا عندي هنا تو اوبزرفابل وفعليا بسوي سامبلينج للفيرست او للسورس اوبزرفابل. شو بصير فعليا؟ انا عندي سورس اوبزرفابل, خلينا نحكي لترز اي بي سي دي, وفي عندي اللي هو النوتيفاير الاوبزرفابل. اول ما يسوي النوتيفاير ايميت لفاليو معينه بيروح بتطلع على السورس اوبزرفابل بشوف شو اللاست ايميتد فاليو من هذا السورس اوبزرفابل وبسوي سامبلينج إلها بطلعها بالاوتبوت اوبزرفابل. فانا عندي الاي سوى السورس اوبزرفابل سوى ايميشن لاي, بعدها النوتيفاير سوى ايميشن لفاليو اللي هي الاكس مثلا او سم فاليو بغض النظر شو الفاليو, فبروح السامبلينج السامبل اوبريتر بتروح بتطلع على السورس اوبزرفابل بتشوف شو اللاست ايميتد فاليو منه بتاخذها وبتطلعها على الاوتبوت ستريم. فالسامبل اصلا بتاخذ اوبزرفابل عشان يسوي ايميشن, بعد ما يسوي ايميشن لهي الفاليو السامبل بتروح بتطلع على السورس اوبزرفابل وبتاخذ اللاست ايميتد فاليو. فانا هون مثلا سويت بعد ما سوى ايميشن لاكثر من فاليو بالسورس اوبزرفابل النوتيفاير طلع كمان الفاليو, فشفنا شو اللاست ايميتد فاليو اللي هي السي طلعناها على الاوتبوت اوبزرفابل. لو النوتيفاير سوى ايميشن لاكثر من فاليو والسورس اوبزرفابل اللاست ايميتد فاليو منه موجوده بالاوتبوت ستريم ما بيسوي لها دوبليكيت, هو بتطلع بشوف الاوتبوت ستريم بشوف السورس او بشوف فعليا شو اللاست ايميتد فاليو من السورس ستريم, اذا سوالها طلعها على الاوتبوت ستريم فعليا ما بسوي لها دوبليكيت. وبالاخير النوتيفاير سوى نوتيفاي لفاليو بعد ما السورس اوبزرفابل سوى ايميشن للنيو فاليو فطلعها عندي على الاوتبوت ستريم. فالسامبل بتسوي سامبلينج للسورس اوبزرفابل بيست على النوتيفاير باخذ اللاست ايميتد فاليو من السورس اوبزرفابل. طيب عندي الفلتر فعليا عندي بوست وفعل البوستس ولهم تايتل ولهم لايكس, وانا بدي كل البوست اللي اللايكس تبعهم اكثر من 1000, وحكيت انه هدول التوب فيديوز بالنسبه الي. فراح نشوف البيهافير تبعها لو اسوي كلير واسوي نود فلتر. فعليا التوب فيديوز ماي فيرست بوست انجولار توتوريال دوت نت كور, وهدول فعليا الفاليوز اللي اللايكس تبعيتهم اكثر من 1000 او يساوي 1000 بيست على البريديكت اللي انا بعطيه للفلتر. تمام. وعندي السامبل فعليا انا عندي انترفل
بيسوي emission لفاليو كل ثانية، وعندي السامبل، والسامبل راح تسوي sampling للسورس observable هاد based على الإيميشن أو النوتيفاير هذا لما يسوي إيميشن لفاليو، وهو فعليا السامبل بأخذ داخله بالأرجومنت داخله عبارة عن نوتيفاير اللي هو أوبزيرفابل، فالأوبزيرف هذا لازم يأخذ أوبزيرفابل، والنوتيفاير هذا لازم يسوي نوتيفاي، وبعد ما يسوي نوتيفاي السامبل بتروح بتشوف السورس أوبزيرفابل، بتشوف شو اللاست إيميتد فاليو فعليا، وتاخده بتسوي وبتطلعه للاوتبوت ستريم. وانا هون ماخذ 5 values من الفيرست 5 values من السورس اوبزرفبل، او اسوي كلير واحكي نود سامبل دوت جي اس، اخذت 0، اخذت 2، اخذت 4، واخذت 6، واخذت برضو 8 اللي هم الفاليوز اللي طالعين من السورس اوبزرفبل. اللي صار انه لما سوى الانترفال هات كل 2 سكندز عماله بيسوي ايميشن لا لفاليو، لما يسوي ايميشن السامبل بتروح بتشوف الانترفال اللي هي السورس اوبزرفبل شو اخر الفاليو سوى لها ايميتد اللي هي الزيرو، فباخذها زيرو، اخذ 2 4 6 8. هيك بنكون وصلنا لنهاية هذا الفيديو، إن شاء الله أنه يكون الفيديو مفيد، والست أوف أوبريترز هدول مهمين، لأنه فعليا ما في أي إجزام، ما في أي أبليكيشن بنتعامل معه ما بيسوي فلترينج، إحنا فعليا ما بنسوي منبيوليتنج للداتا كلها، فعليا بنسوي فلترينج للداتا، بعديها بنسوي البيزنس لوجيك تبعنا. فهيك بنكون وصلنا لنهاية هذا الفيديو، وإن شاء الله بلقاكم بفيديوهات ثانية، ويعطيكم ألف عافية.